ريزالت الكومبريشن بيكون غالي جدا من السنترويد بتاع الكومبريشن داش. يبقى نبقى بنفرض ان ريزالت الكومبريشن موجود في ايه؟ في الكومبريشن داش نفسه. طب واحد يقول لي طب افرض انا غيرت الكونفجريشن بتاع الوصفه، لقينا فيها حلول ولقينا فيها افتراضات، هي دي اللي احنا عايزين نشوفها دلوقتي. يبقى الحمل العام بتاع الفيكس دي هتتحل زيها زي الهينج كيس ريشن، انا ما فيهاش تنشن. او الريزلت اللي بتكون موجود جاست على الكور بالظبط برضه هتتحل زي الهينج كيس ريشن لان انا ما عنديش تنشن. تمام؟ اما الحاله الاخيره هي اصعب حاله لما يكون اللون مفروز بره الكور، يبقى ساعتها لازم نعمل فروض لمكان الكومبريشن ونخرج بالتالي ان انت تحل ايه؟ الكونكشن بتاعك. وانا هفترض انا مش عارف الريزلت الكونفرشن فين. انا هفترض ان الريزلت الكونفرشن على مسافه ايه؟ طيب هفترض كمان ان البلين سكشن ريمينز بلين افتر امبليتود كونفرشن. معنى كده ان السترين ديستريبيوشن دي هي، لو انا افترضت ان الماتيريال بلاستيك يبقى الستريس ديستريبيوشن كمان هيبقى ايه؟ يبقى ما دام الستريس ديستريبيوشن التانية حاجه زي كده، يبقى لازم الريزلت موجود في السنترويد بتاع المثلث. طب لو كانت المسافه دي ايه اللي انا مش عارفها، يبقى لازم المسافه دي كلها تبقى ثلاثيه. لو انا عرفت المسافه ايه مسافه حل خلاص، هقدر اجيب التنشن واقدر من هنا اصمم المسامير، هقدر اجيب الكومبريشن واعمل شيك على الخرسانه، طبعا هحدد الكريتيكال سيكشن نصمم ايه الفيتنس بتاعت الفيس بي. مساله خلصت. لكن هنا صعوبتها فين؟ صعوبتها لو انت عايز تفترض او عايز توصل الى تربيه بيهيفير، يبقى انت ساعتها فعلا عندك ثلاث مجانين. لازم بقى تجيب البوزيشن بتاع الايه الريزلت كومبريشن بين الكومبريتيف كونسترينز بين الحديد وبين الخرسانه. يعني مثلا هنيجي نقول ان انا افترض ان السترين ديستريبيوشن كده لينير، يبقى هبتدي اجيب علاقه ما بين الاماونت اوف سترين اللي موجود في الحديد والاماونت اوف سترين اللي موجود في الكونكريت. طبعا هتلاقي حل المساله دي بقى محتاج ان انت تعمل معادله كبيره جدا، طبعا مش هتبقى براكتيكال قوي في الديزاين. ولذلك احنا بنحاول نستفيد من خبراتنا وان احنا نسهل عليكم المقوليه ونقول والله انا هفترض ان الريزلت الكومبريشن ده موجود في مكان معين طبقا للكونفجريشن بتاع الكونفجريشن. طيب عايزين نشوف بقى الـ types of
فيكس بيتيك سكشنز. الاول حبيب المومنت نتيجه الاف 3
الخبير اللي هي عرض الايه؟ البليت الاتجاه التاني. تمام؟ طيب عايز اخد بقى المومنت بتاع المثلث ده. الماجنتيود بتاع الاستريس هنا كام يا جماعه؟ اف واحد ماينس اف ثلاثة. والتاني بتاع الاستريس ده عباره عن اف واحد ماينس اف ثلاثة في ايه على اتنين ويبعد مسافة في بين الايه؟ يبقى معنى كده ان دي هتبقى زائد قيمة الفورس نفسه اللي هو اف واحد ناقص اف ثلاثة في الايه على اتنين في البين. كده انت جبت الفورس. عايز تضرب في صراع العصب اللي هو هيبقى من البين للايه؟ المسافة ايه؟ ده كله. طب السكشن ده عباره عن مستطيل كده الثيكنس بتاعه اللي هو التي بليت والعرض بتاعه اللي هو البي وعليه المومنت ام اللي انت حسبته. انت عايز تقول ان الديستريبيوشن اوف ستريسز الاف سي والاف تي دول لا يزيدوا عن 0.72 من اف 8 لان ده يعتبر سوليد ريكتانجلر سكشن. يبقى من هنا هيبقى التي بليت بيساوي الجذر التربيعي بتاع 6 ام على البي في 0.72 من اف بي. طبعا لو كان ايه المومنت اس بي يبقى هنضرب التراوح في 1.2. طيب يبقى الكونكشن دي بنصممها تمام زي ايه؟ اللي هي الاس كونكشن بس هتفرق ان بدل ما الديستريبيوشن اوف ستريسز دي هتبقى نون يونيفورم. تمام؟ هتبقى سوري بدل يونيفورم هتبقى نون يونيفورم ستريسز. في عندنا كونفجريشنز كتير بقى طبقا للايه؟ للماجنتيود بتاع النورمال فورس والباني مومنت. يعني ممكن يبقى عندي حاله زي كده لحته يونيفورم لحته ترينجلر. وبعد
وبعدين هيبقى عندي بقى السكشن اللي عليه طبعا هنا ده الستيبلس كده بقى عندي السكشن ده كده اللي هو السكشن اللي عليه البني مومنت ام. المره دي السكشن ده ما اعتبرش سوليد ريتنشن سكشن فانت لازم تحسب الديستريبيوشن اوف ستريسز. هنا هيبقى عندي كومبريشن وهنا هيبقى عندي تنشن. الاف تنشن والاف كومبريشن لازم يكون اقل من 0.58 من الاف. يبقى من هنا لو انا مثلا ضربت الارتفاع بالسيف ده وضغط ضغط في الارتفاع البيس بليز. الاي ده اللي هي مقدار الرقرقه بتاعه البيس بليز بره الكيان المعمود. لان انا بقول السكشن ده هو النص كريتيكال سكشن. تمام؟ البيس في الحته دي بيشتغل كان بليزر. يبقى المومنت ده ناحية الماكسيم اللي هو الفاليو ده. ماشي؟ نفس الكلام برضه الكريتيكال سكشن في البيت هو السكشن ده بس المرة دي انا عشان حاطط معاه ستيبنر بدل ما يبقى الكريتيكال سكشن الكريتيكال سكشن هيبقى المرة دي سكشن بالشكل ده انا حاطط ستيبنرز يبقى ممكن نفرض ارتفاع الستيبنر والثيكنس بتاعه ونعمل اناليسيس ونتاكد ان الستريسز الاف تي والاف سي اقل من 0.58 اكيد. وممكن واحد تاني يقول خلاص انا مش هعتبر ان الستيبنرز دي شغاله معايا از ماتر اوف سيفتي وهفترض ان ده مش شغال يبقى هو السكشن اللي موجود برضه ما زال هو الريكتانجل سكشن اللي هو ايه؟ اللي هو زي ده بالظبط. الريكتانجل سكشن هيصمم على ان البيس بليت هو اللي يشيل المومنت كله عند السكشن اس اس. هنا حطيت ستيبنر عشان تطول الايه؟ يعني انت عايز تطول البيس بليت في الاتجاه ده بحيث ان الابلايد ستريسز طبعا انت طبيعي بتطول البيس في الاتجاه ده عشان تحط الانجل بوكس. عايز في الاتجاه ده كمان تطول البيس بليت عشان يبقى ستريسز مرتاحه على الترصبه. وفي نفس الوقت لما تيجي تكسر الثاني مومنت يبقى السكشن اللي بيتكون سكشن كبير. فانت مش عايز كانتيليفر من هنا وكانتيليفر من هنا وكانتيليفر من هنا. الضغط واضح حاطط الايه؟ السكه بالشكل. تمام؟ يبقى دي كنوع من انواع تثبيت الايه؟ البيس ستيت عشان تقلل الثيكنس بتاعه. هو احنا اللي هو بتاع مش مهم بتاع السنه ده شويه. لا مش مهم. ما هي المفروض ان الكلمه دي هيبقى باكويل طبعا بالنسبه زيف. لو انا اعتبرت ان الريزلت فورس اللي موجود تمام لو انا اعتبرت ان الفورس اللي في البلانج دي يونيفورم يبقى انا لو قلت ان النورمال ستريس ديستريبيوشن تحت البلانج بالشكل ده لان البلانج عايز يفصل فاحنا بنكون هناخد شويه من الفورس اللي هنا وكل الرزاق اللي تحت كده يبقى بيعمل على المكان هنا وبيعمل على السكشن بتاع السكندر شير اند هول. بس انا مش هخش في التفاصيل دلوقتي، خلينا نخش الاول في انواع الاسمنت. في اسهل نوع لان انا ما عنديش تاجر. انا مجرد ان انا بصمم على ان الاس بي الثيكنس بتاعه يبقى مناسب وان الاستريس ديستريبيوشن بتاع الاسهل يبقى مناسب. الانكل بورد بصمم على الشير. انا مش هكون شايله تنشن حاجه. طيب يعني انا مش هكون شايله لا انت موصل ده كده الجزء ده الزون ده هو من الاس ليه يعتبر سبورت للعمود هنا وسبورت للعمود هنا وسبورت للعمود هنا فدي عامله زي سلابه سبورت للثلاث روايات. المفروض لما تيجي تهلك او تطلع البني مومنت في البيت طبعا بيجي لايف
من البي على كده. أول نوع من أنواع الوصلات الفيكس بيس الحركي بنروح من هنا العمود كده وهنا كده فيكس بيس. يو بي ان سكشن مش مرتبطه بالبيس بليت هي العامه تمام مع بنحدد برضه الشغله الثانيه وهنا كده كان بروبوز وهنا كده كان بروبوز يبقى تحط هنا ستيفنر جوه الايه الشغله على
اللي هو البعد العمودي بيساوي الكومبريشن فورس. يبقى من هنا بنطلع ان الدف 1 اللي لازم تكون اقل منها بيساوي الدف بيه. وبرضه لازم ان التنشن فورس يساوي المعدل فورس في بوينت 75 باي دي بول سكوير 4 في بوينت 33 الدف 4 من الفور في بوينت 85. يبقى دي المعادله الثانيه اللي هستخدمها ان انا اطلع ايه او اعمل اساين للبوكس. الحقيقه النوع ده من الوصلات بنستخدمه لما يكون النورمال فورس مودريت، يعني النورمال فورس ما هوش عالي، وكذلك الباني مومنت ما هوش عالي. لو النورمال فورس والباني مومنت عالي انا بكون محتاج اعرض الوصله شويه عشان ازود صراع العزم ما بين التنشن والكمبريشن، اقوم انقص القيمه بتاعت التنشن يطلع لي الديزاين بتاع المسامير معقوله، وانقص القيمه بتاعت الكمبريشن تكون الخرسانه تستحملها، ويطلع الفيتنس بتاع البريك هنا مناسب. يعني انا لو انا استخدمت الوصفه دي لكل القيم بتاعت النورمال فورس والبني مومنت هوصل لحاجات غير منطقيه. ابص الاقي ان انا مثلا محتاج ناحيه التنشن ممكن 10 مسامير، طب اعملهم ازاي دول؟ أنا القيمة بتاعت النورمال فورس، أنا هنا المشكلة إن صراع العزم صغير. أنا بقى لما يكون النورمال فورس والباني مومنت كبير أنا محتاج أعرض الإيه؟ المسافة دي كده، أقوم أزود صراع العزم بين التنشن والكومبريشن، أقوم أريح الوسط شوية. أبتدي النورمال فورس يقل، تنشن أو كومبريشن، الخرسانة تستحمل، والبيس بليت يطلع الفيكس بتاعه مناسب، والأنكل بورد يطلع الدايمتر والعدد بتاعه مناسب. عشان كده دي تستخدم الفورسز القليله. لو انت اخترتها وطلعت الدايمنشنز كتير جدا تعمل على نوع ثاني من الوصلات. نوع ثاني من الوصلات ده بقى هشرحه للاخر بالتفصيل. فهو برضه بتستخدم وعايز اعيش جدا ازاي؟ انا فرضت ان النظام الكومبريشن هيشتغل تحت الايه؟ الكومبريشن كانت. لان الكومبريشن كانت هي بتنقل معظم النوم فورس. مش كده؟ الباني مومنت بيقدر فيها اعلى كومبريشن، وطبعا الاريا بتاعت المفروض كتيرة فبتكون هناك واحدة نصيب كبير من النورمال فورس بحكم الاريا بتاعتها. يبقى انا مفترض ان الريزلتنت كومبريشن موجود هنا. تمام؟ والريزلتنت تنشن موجود فين؟ في الانكر بولز، يبقى المسافة دي اصبحت معروفة اللي هي الواي سي تي. تمام؟ خلاص. خد بقى الباني مومنت حوالين النقطة دي. من البورس اللي عندك، انت عندك ايه؟ عندك نورمال فورس، عندك باني مومنت، عندك تنشن، عندك كومبريشن. الكومبريشن بيمر من هنا ويعمل نورمال فورس. يبقى انا هكون سيجنال ان مومنت سيجنال تو سيجنال تو سيجنال. لازم المومنت اللي هو الاكسترنال ابلايد مومنت ناقص السي تي واي سي تي، لان التنشن هنا بيعمل مومنت عكسي. وماينس النورمال فورس المسافه بتاعته، النورمال فورس بيأثر في النص. وانا باخد مومنت حوالين النقطه دي، يبقى لازم اضرب فيه التي طرف على بيه. وبرضه يلف مع مين؟ مع التنشن. من هنا واخد اشاره التنشن، من هنا بطلع التنشن بوكس. طيب انا عارف سيجن اف واي سيكوال تو زيرو، لازم يكون النورمال بوكس زائد التنشن بيساوي الكومبريشن. يبقى من هنا هتبقى الكومبريشن سيكوال تو ان بلس. عرفت التنشن، عرفت الكومبريشن، صممت الخرسانه وصممت ايه؟ الانكور. طيب الطريقه دي بقى او الوصفه دي مشكلتها في حاجه، ان المسافه دي صغيره زي ما انت شايف، كل ما المسافه دي كبرت كل ما هتلاقي ان انا بقسم المومنت على رقم اكبر، يبقى بالتالي الباني بتاع التنشن هيقل. نفس الكلام برضه بالنسبه لايه؟ للكومبريشن فورس. يبقى انا لما يكون النورمال فورس والتنشن كبير انا محتاج ازود ايه؟ العرض ده. طيب تعالوا بقى نشوف الوصفه الكبيره. دكتور معلش، هو السيكونس موجود في الاي بي ازاي؟ مفهوم؟ ماشي، السي مش موجود، مش طبيعي انه بيكتب، لو المسافه من السي بيكتب مش محتاج، لان النورمال فورس عشان هو صغير والباني مومنت صغير، صحيح الاكسنتريستي بره الكوره، بس الباني بتاع نورمال فورس والباني مومنت صغير بحيث ان السلاسس قليله.
ايه اللي خليه عرض التلبيس ليه؟ والارتفاع الاستثمار واللف بتاع المسمار البورد
والديامتر التي بوت. وطبعا التي توب بليت وهنا التي بيس بليت. وهنا انا عندي السايز بتاع اللحام. اللحام هنا دبل سايد بيلدينج. يعني هنا الاستمر ده في لحام من هنا وفي لحام من الناحيه الثانيه. لو بصينا للاستمر ده هتلاقي ان هنا في لحام وفي لحام من الناحيه الثانيه. لو بصينا على الاستمر في البلان هتلاقي ان هنا في لحام وهنا لحام من الناحيه الثانيه. دبل سايد بيلدينج. طيب الاول بنختار ايه؟ بنفترض الجيومتريك دايمنشنز. بنفترض ان في ستيفنر بتساوي تلت الاتش بار. الى الستيفنر
الى الفيس بليت الى الرصاص. لو كان كونتاكت من الاي للبيس بليت على طول يبقى كل اللي انا عملته ده كلام فاضي. اللي فاتت اللي فاتت عشان ما كانش فيها سيرفر. المره دي بقى انا دلوقتي لو انا اعتبرت ان الكومبريشن هنا يا باشمهندس يبقى انا كاني ما استفدتش اي حاجه. وهيبقى الريزلت اوف الكومبريشن هنا يبقى المسافه دي واي سي تي ما زالت صغيره لان انا رجعت لنفس مشكله المسافه اللي فاتت. انما هنا انا حطيت ايه؟ حطيت السيرفر عشان اطول الاريا اللي بيتنقل فيها الكومبريشن على الفيس تي. لو ابعد الريزلت اوف الكومبريشن شويه. ايه؟ أنا كونتاكت لا في كونتاكت تحت هنا وفي كونتاكت كمان تحت السيرفر. بس انا هقول ان الكونتاكت اللي ما بين الفلانش وما بين الميس بليت بجلاته وانا متعمد ان انا اعمله على اساس ان انا مثلا ما عملتش سيرفس تريتمنت للعمود من تحت وان الحته اللي بتفيد اللي هي السيرفر عشان عايز السيرفر هي اللي تنقل ايه؟ معظم الفورس. طيب التنش بقى بتنقل ازاي؟ دلوقتي الفلانجه دي عايزه تتخيل فوق. فالتنش موجود في الفلانج، التنش ده هيتنقل لمين؟ الى الفرتيكال ويلد. الفرتيكال ويلد هينقل له السيكتر. السيكتر هيروح ضارب التوب بليت لفوق. يبقى المسمار اسود. يبقى معنى كده ان هنا الفلو فورس بيتنقل ازاي بقى؟ من التنش فلانج للحال ومن الحال للسيكتر والسيستم هيروح هيحط فورس اقوى فورس على التوب بليت والتوب بليت هيروح ناقل المسمار والمسمار هينقله للخرسانه باي بوند. يبقى هنا الناحيه دي التوب بليت دي لازمه. انا لما اصمم التوب بليت مش هصممه ناحيه الكونفشن لكن هصممه طبعا ناحيه مين؟ التنشن. يبقى مسار التنشن ماشي ازاي؟ يبقى من هنا من البولر فلاش الى الفرتيكال ويلد الى السيفنر الى التوب بليت الى البول الى الخرسانة. تمام؟ بسبب الاسباب ان المومنت قلب. يعني مثلا احنا عندنا احنا شفنا الكيس بتاع الويند المومنت ممكن يقلب صح؟ يبقى الناحيه الثانيه هنا هتشتغل. انت مستعمل دايما ان التنشن تيجي من ناحيه الشمال او تيجي موجود ناحيه الشمال. هنا اصبح عندي مشكله اين السي جي بتاع الكومبريشن؟ لان انا ما اعرفش حل الوسط. زي ما الباشمهندس كان بيسأل من شويه احنا لقينا الحقيقه بالفاينايت اورنت اناليسيس ولقينا بالتجارب ان الكومبريشن بيتنقل عن طريق الفلانجه والستيفنرز مع بعض. يبقى انا المفروض اقول لك ايه؟ بلاش نخلص الحته اللي فوق دي. لو كان ده كده العمود والاريا بتاعت السيجنال ده والاريا بتاعت السيجنال ده.
يبقى المفروض ان انت لما تيجي تشتغل اقطع سكشن هوريزونتال، يبقى السكشن هوريزونتال هيبقى عباره عن الفلانج وعرض الاستيبلر، والاستيبلر ده كده، وحضرتك تهمني السنترويد بتاعهم، السنترويد بتاعهم بتاع الشكل ده. ويبقى ده لو كان مثلا المسافه دي هي عباره عن الـ A، لو خلينا المسافه دي هي عباره عن الـ A، يبقى ده اللوكيشن بتاع ايه؟ الريزلتنت بروجريشن. يبقى انا هاجي هنا اقول من الايدج بتاع السنتر هاخد المسافه A. طب المسافه A دي انا هحسبها ازاي؟ انا عندي الفلانجه وعندي العرض بتاع السنتر، انا خرجته قد الدنيا الدبس بتاع عمود، ممكن افرض الاريا او الثيكنس بتاع السنتر، يبقى انا عندي الشكل ده من الشغل دي اقدر اجيب السنتر، انا حددت مين؟ اللوكيشن بتاع الايه؟ الكومبريشن. حددت اللوكيشن بتاع الكومبريشن خلاص. زائد 2 سم على اساس الحته دي 2 سم، يبقى معنى كده ان المسافه دي كلها هتبقى ثلاث امثال الفاليو على اساس ان الديستريبيوشن اوف ستريسز تبقى لينير. واقدر احدد الايه؟ الستريسز اللي موجوده على الخرسانه واللي هي هتكون اقل من الاف بيرنج. عايز اجيب التنشن فورس اخد عزوم حوالين النقطه ده. انا خلاص عرفت اللوكيشن بتاع الكومبريشن، هقول النورمال فورس مسافته ناقص الفاليو مومنت والتنشن فورس مسافته اللي هي برضه بتبقى معروفه، يبقى بالتالي اقدر اجيب التنشن فورس. بس شغلنا لسه بقى. زي ما الباشمهندس سالني من شويه قال لي يعني انت مفترض ان مفيش كونتاكت ما بين الفلانجة وما بين البيس بليت؟ الاجابه اه. ليه؟ عشان مش عايز احل شكل الغلز ده. مش عايز افترض ان هي واخده شكل اللي هي ايه؟ الهاد سيكشن بالمنظر ده، ولو كان عندي ستيبر تالت هيبقى في ستيبر كده. انا هفترض ان دي كده مش معايا. يبقى السنترويد بتاع الشكل ده فين؟ في النص. يبقى انا هفترض ان السنترويد موجود في النص ده بسهوله. لكن احنا طبعا لقينا من الفاينانس اليمنت اناليسيس ان هو بيكون سنه صغيره بيكون داخل لجوه على اساس الريزلتنت لازم تاخد معاك الفلانجه والاستمرارات. احنا هنا هناخدها ابروكسيمت فاليو، هنفترض ان الريزلتنت كومبريشن بيأثر في نص البي سيرفر. بيأثر في نص المسافه اللي هي في سته. لو انا حاطط المسمار ده بالصدفه موجود في النص كمان، يبقى معنى كده الريزلت كومبريشن هنا في المسمار والريزلت كومبريشن هنا في المسمار، هي طبعا التنشن. طبعا الكومبريشن ملوش علاقه اصلا بالمسمار، هو الكومبريشن في نص السته. وبما ان المسمار انا حاطه في نص السته الاثنين دول بيطبقوا على بعض. هنا اجباري لازم يكون الريزلت تنشن موجود في اللوكيشن بتاع المسافرين بتاعه. الحكايه دي بقى هتسهل عليا الاناليسيس شويه. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي هنفترض سنتيمتر سكوير، والاف بيري
60 كيلو جرام في سنتيمتر سكوير، ان الحرم مكون من بروت فلانج عيبين نمره 550، حيث ان الجي قرن بيساوي 55 سنتي والبي قرن بيساوي 30 سنتي. سوليوشن، اول حاجه هبتدي اعمل ابروكسيمت انرجي للايه؟ للبريشر. اول الدي سيجما بتساوي الدي قرن على ملاءه، يعني هاخدها 18 سم اللي هي 55 على 3 اللي هي 18 سم. اذا هتبقى الدي يساوي 2 دي ستيب زائد الدي قرن زائد 2 في 2. انا هعتبر ان المسافه دي 2 سم والمسافه دي 2 سم، يبقى دي كده 2 سنتيمتر. يبقى دي هتبقى 2 في 18 زائد 55 زائد 4، يعني هتبقى 95 سنتيمتر. طيب ال بي اللي هو العرض الثاني للبليت، انا عندي البي قرن اللي هي مساوي البي قرن زائد 2 على 3 من البي قرن، انا هاخدها 52 سم. معلش احنا مزودين شويه ايه؟ يعني انت لو جيت حسبتها 2 على 3 نقطة 20، 20 زائد 30 ب 50، انا مزود شويه 52 عشان اسيب حاجات معينه، لكن انت عادي ممكن تفترض بهذا الشكل اللي هي 50 سم. تمام؟ عشان نمشي بس زي المسألة المعقولة. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن البعد ده كام بقى؟ البعد ده 52 سم، والبعد دي اللي هو 95 سنتيمتر. فافترضت ان الكومبريشن الستيبر بس
هي بتنقل الكومبريشن بوكس وكان المسمار اصلا بتبقى بتحط النص على المطرح بتحط مكان المسمار بحيث يوفي الكونستراكشن كونديشن يعني المسافه من البليت لان المسمار دي انا اقرب البليت من البليت المسافه دي ما تقلش عن 1.5 والمسافه دي ما تقلش عن 1.5 بس ده الكونسيرت انما هنا طبعا المسمار حساس هنا المسمار حساس بقى الريزلت انتشن موجود في مكان المسمار انا مفترض ان الناحيتين زي بعض يبقى هنا المسمار على مسافه 9 سم وهنا الريزلت انتشن على مسافه 9 سم يبقى انا لو جيت اخدت هتلاقي اول حاجه الديزاين اوف بولز دكتور معلش هو الدي كولوم بتساوي الاتش كولوم اصلا الدي كولوم صح؟ لا الدي كولوم انا واخدها من هنا لهنا دي مش زي الانسان اللي فات. انا واخد الدي كولوم كلها اللي هي 55 دكتور هي 33 دقيقة 33 دقيقة دلوقتي الريزلت كومبريشن فورس هنا على مسافة نص الستيبر اللي هي 9 سم والبليت ده كده مرفرف 2 سم المسافة دي 11 طيب عشان الديستريبيوشن ده يبقى مثلث وعشان الريزلت موجود في تلك المثلث لازم المسافه دي كلها لو كانت 11 دي لازم تبقى 33 ثلاث امثال ليه؟ عشان تعرف الريزلت موجود في تلك الايه؟ القاعده للاسف تلك القاعده بس القاعده 55% وعمال يبقى 55% ده انا بتكلم على الكونتاكت دلوقتي الكونتاكت ما بين البيس بليت وما بين الخرسانه الريزلت كومبريشن هنا الديستريبيوشن ده انا فرضه لينير ما دام عرفت المكان بتاع الريزلت كومبريشن يبقى لازم المسافه دي تساوي ثلاث امثال المسافه دي ماشي بلاش رفع ابعاد العمود طيب انا هاخد الرسوم حوالين نقطه فوق يبقى انا هقول سيجما ام او از ايكوال تو زيرو الاتجاه هو الموجب يبقى معنى كده ان الايه؟ المومنت اللي هي 22 100 ناقص التنشن في المسافه بتاعتها التنشن مسافتها ايه من هنا؟ انا عندي دي 55 سم وعندي دي 9 سم وعندي دي 9 سم يبقى المسافه هتبقى 55 زائد 13 وبعدين دي ناقص النورمال فورس في المسافه بتاعتها. النورمال فورس في نص ال 55 يعني هنا بتبقى 27 ونص زائد ايه؟ زائد 9 يعني هنا بتبقى في مسافه 27 ونص زائد 9 بتساوي 0. من هنا بنطلع التنشن بتساوي سيجما اف واي سيكوال تو زيرو يبقى اذا الكومبريشن تساوي الام زائد تي اللي هي هتساوي 18 زائد 21.14 يعني هتبقى 39.14 يبقى انا كده طلعت التنشن وطلعت الايه؟ الريزلت الكومبريشن حلو قوي طيب نصور الان الفولت ان الدايمتر بتاع المسمار 32 مللي وان الكف ارض الدور 4 طن بير سنتيمتر سكوير يبقى حضرتك هتقول التنشن فورس اللي هو 21.14 ده بيساوي مين شاطر يقول لي بقى؟ النمبر اوف بولز اللي انا عايز اجيبه في الستريس اريا بتاعت المسمار اللي هي 0.75 في باي ب 3.2 تربيع على 4 دي الستريس اريا في 0.33 في 4 في 0.85 يبقى من هنا بنطلع النمبر اوف بورتس بتبقى 3 مسامير يبقى معنى كده ان انا لو جيت حرسم الرسمه دي بدقه بقى
بنقول ايه؟ بنقول في الحاله دي احنا بنقول ان التنشن فورس في الغلاف بيساوي 21.14 على 3. ده لازم يساوي ايه بقى؟ الباي في الدايمتر اوف ذا بول في الدايمتر اوف ذا بول في الاف بونز. هنعوض هنا الدايمتر ب 3.2 اللي انا عايز اجيبه البوند اللي هو 6 كيلو، يبقى من هنا بنحدد اللينس اللي يساوي 120 سنتي. إذا احنا عايزين نقلل اللينس بتاع المصباح شوية، نعمل إيه؟ احنا عايزين نقلل اللينس بتاع المصباح. احنا عندنا المصباح كده بنروح حاطين هنا كده واشر بليت، دي كده الخرسانة، ويبقى ده اللينس بتاع الإيه؟ البورد. هنا انا عندي تنشن فورس في البولت، التنشن ده هيقاوم عن طريق البولت وهيقاوم عن طريق البارد. ممكن لو بصينا في الكلام، لو كان ده كده مسمار، ده لو كان الدايمتر بتاع المسمار، ناخد ده من 2 الى 3 امثال الدايمتر بتاع المسمار. انا بحط واشر بليت ليه بقى؟ لان ممكن يكون طول المسمار ال 120 اللي هنا كبير جدا داخل في القاعده المسلحه، ما يبقاش كله موجود في رقبه الايه؟ العمود، هيبقى صعب عليا التنفيذ. ان انا لازم اركبه قبل ما اصب القاعده. يبقى بالتالي انا عايز انقص الايه؟ الطول بتاعه. فهنيجي نقول ان التنشن فورس بير بولت هيكون عن طريق البولت اللي هي بتبقى عباره عن الباي في الدايمتر بتاع البولت في اللينف بتاع البولت في الاف بولت زائد الاريا بتاعت الواشر الواشر بليت في الاف بيرنج. ممكن نروح مكبرين الاريا بتاعت الوشر بليت بحيث ان الفرصه اللي هتتبقى ما تتنقلش على البوند تبقى صغيره، يبقى ممكن مثلا نحدد طول المسمار هنا يطلع مثلا 60 سم ولا حاجه، يبقى من هنا نروح مكبرين الاريا والعكس. يبقى طبعا ده بيروح مقصر الايه؟ الدنف بتاع المسمار سنه صغيره بدل ما يروح داخل في الايه بتاعتك المسلحه. طيب عايزين نعمل شكل على الستيفنس كامل. 45.6 كيلو جرام
بسنتيمتر سكوير هي لازم 60 كيلو جرام بسنتيمتر سكوير يبقى دي فانسي. طيب عايزين نحدد الثيكنس بتاعت الفيس بليت. عايزين نحدد الثيكنس بتاعت الفيس بليت. الكريتيكال سيكشن هاخده فين بقى؟ بص يا باشمهندس هاخد الكريتيكال سيكشن هنا من الحته دي. ده برضه اسامبشن ثاني ان الماكسيمم مود بيحصل عند الايه؟ اللوكيشن بتاع الريزلت اوف كومبريشن. يبقى دلوقتي شغال على ايه المساحه دي
مش عايز اطول بقى عليكم، هنعمل لكم كلام ان شاء الله المره الجايه. ماشي. طبعا احنا لازم احنا دلوقتي صممنا اكدنا ان الدايمنج ستريس ما بين البليت والخرسانه، صممنا تحت الدور، صممنا كيس بليت، ناقصنا الستيفنر والتوب بليت، ناقصنا الديزاين بتاع الستيفنر ده، ولازم اصمم برضه الاحام اللي ما بين الستيفنر وما بين الدايمنج، ولازم اصمم الايه التوب بليت، وده هنقوله ان شاء الله.